اللجنة الوزارية المشتركة تعلن من عنقزام اتخاذ تدابير استعجالية للتكفل بكل المتضررين جراء التقلبات المناخية الأخيرة. حملة للتحسيس بمخاطر السباحة في السدود والأحواض المائية، وظاهرة تحصد أرواح 9 أشخاص في المسيلة لوحدها هذه الصائفة. مؤسسة إكسترادات تسطر برنامجا خاصا بفصل الصيف لتنظيف الأحياء ورفع النفايات وإسكالتها. وفي المشهد الثقافي، ركح جميلة يهتز على وقع الطبوع الشبابية، وأغاني الراحل أحمد وهبي تصدح في السهرة الأولى لمهرجان الأغنية الوهرانية. مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحاكم العام لجامايكا باتريك ألان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية، مجددا له حثه للعمل على تمتين علاقات الصداقة بين البلدين. كما هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره البوليفي خوان إيفو موراليس إيما بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن ارتياحه لجودة أواصر الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين، ومجددا له رغبته في العمل على تطوير تعاون مثمر ومتعدد الأشكال خدمة للشعبين الصديقين. حلت أمس بالمقاطعة الإدارية عنقزام بولاية طمن رأسة اللجنة الوزارية المشكلة من طرف وزارة الداخلية للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الأمطار الأخيرة، أين تم التكفل التام بالمواطنين الذين غمرت المياه بيوتهم. مبارك دهيمي. بعد معاينة الأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة على مدينة عنقزام من طرف اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم التأكيد على أن الدولة دوما تبقى بجنب المواطن خاصة في مثل هذه الحالات. الزيارة هذه تندرج في إطار التقاليد اللي درجت عليها دائرتنا الوزارية ومختلف الدوائر الوزارية ككل في الوقوف مع مواطنينا عندما يكونوا في ضيق. شاهدنا في هذا الصبيحة مياه راكدة على مستوى النسيج العمراني لمدينة عنقزام، هي وضعية اللي متحكمين فيها. هناك إجراءات استعجالية التي تم اتخاذها من أجل امتصاص المياه اللي متواجدة بكميات كبيرة جدا. النقطة الثانية هي الاستماع لانشغالات المواطنين للتكفل النهائي بهذه الظاهرة، حيث كان هناك اقتراح من أجل إنجاز مشروع لحماية مدينة عنقزام من الفيضانات، ونظن بأنه هناك دراسة اللي يمكن الاعتماد عليها، وسيتم اقتراح هذا المشروع في إطار عمل اللجنة الوزارية المشتركة. بعد التقلبات الجوية اللي سجلتها مدينة عنقزام، في إجراء استعجالي تفضل به معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وهو إفادة لجنة وزارية مشتركة للوقوف على مدى التكفل وكذلك إحصاء كل النقائص الواجب اتخاذها من طرف القطاعات المختلفة. فيه سكنات غمرها المياه، فيه سكنات يقدر الحال تكون متضررة، ولكن من باب الانهيار ما عدا أسوار إحاطة بتعداد 15 لحد الساعة اللي ما شكلت لا خطر ولا ضرر على المواطنين. الأمر الثاني وهو سرعة التدخل فيما يخص الإغاثة اللي بشهادة الجميع، ومن خلالكم نقول للجيش الوطني الشعبي أنه مرة أخرى يقف مع المواطن ويغيث المواطن ويساند السلطات المحلية. السلطات المحلية والمواطنين استحسنوا التدخل السريع للجيش الوطني في إجلاء المواطنين الذين غمرت المياه بيوتهم. جابوا مولانا هذا الماء، ما عندنا في أخبر، والحمد لله اللي جانا في النهار، إذا كان جا في الليل قام يعقب التا واحد. جانا في النهار الحمد لله رب العالمين، وفسد الديار وريض الحوان، وراه عندنا الحوان ما عرفنا حتى اللي صار فيه.
وبقاو المعيز والديار والفرشه واللي كاينه بقات معمرين عليها الديار. ويحيى الجيش والبوليس والحكومه كلها راهي معانا، والله لو كنت معانا وراهي برواحها راهي مضروره. ومن اجل القضاء نهائيا على هذه المشكله، تم اعتماد دراسه لمشروع سابق من اجل صرف المياه التي تغمر المدينه كلما سقطت الامطار. ولسد النقص الحاصل بالمرافق الصحيه بجيجل، مشاريع واقعات للعلاج بكامل التجهيزات خاصه في المناطق النائيه والجبليه، وهذا لتخفيف الضغط على مستشفى الولايه. صبرينا سالم. هي ورشه مفتوحه، إحداها مشروع لإنجاز مستشفى بزيامة منصورية، تدشينه منتصف العام القادم سيسمح بتغطية صحية كاملة للجهة الغربية بولاية جيجل، وعيادة متعددة الخدمات بميلية، وأربعة مشاريع أخرى يرافقها تأطير طبي للمرضى. هذا راح يعزز المنشآت المتواجدة عبر الولاية اللي هي ثلاث مستشفيات، لكن غير كافية. هذا راح ينقص بالفعل، راح ينقص الضغط على مستشفى جيجل. سجلنا هذه السنة كذلك عيادة متعددة الخدمات أخرى. من العام اللي فات لحد الساعة راه وصلنا 21 اختصاصي، زائد 180 شبه طبي اللي متواجدين، منهم 10 نتاع القابلات. كان فريمون كان نقص كبير نتاع التغطية الصحية ما يخص المتابعة نتاع المرأة الحامل. على غرار قاعة العلاج بمنطقة السبت 14 قاعة مماثلة فتحت أبوابها، وثمان أخرى سترفع الغبن هذه السنة عن المرضى بالمناطق النائية بالولاية. الحمد لله دوك الأولاد راهم يعالجوا هنا، يفاكسيو القاعة جديدة، واليوم فاكسينا. أنا الصباح وليدي فاكسا هنا بيان، راهي قريبه هنايا السكان. باش دير برا برك ديرها لازمك تروح ل 7 كيلو من الشقفه، تبدل دير تبدل الفاصمه ولا دير العصوان ولا تروح من الشقفه بزاف. دوك هكذا الحمد لله. يعني مهما عندك مال، مهما عندك واش تكملك، لكن بدون امن ما عندناش الاخر، ما عندكش الحياه مستمره. اليوم الحمد لله في المنطقه راهي استمرت الحياه، داويو الحمد لله كي نحبوا نداويو هاي اللي يمشي حدنا. خارطة صحية مسطرة بجيجل لخلق توازن في التغطية الصحية لجميع المواطنين على حد سواء. مراقبة الأبناء ومرافقتهم من شأنها أن تجنب الكثير من مآسي غرق الأطفال في البرك والسدود، والتي سجلت أواخر شهري ماي وجوليا 59 ضحية على المستوى الوطني، 9 منها بالمسيلة التي زارها نور الدين رابية ووقف على نقص الهياكل المخصصة للسباحة بهذه الولاية. لم يبقى لحكيم إلا هذه الصور، يستذكر ابنه الذي قضى غرقا في إحدى البرك المائية في ولاية المسيلة. حزنه العميق شتت حديثه إلينا. طبعا هو الولد تاع ولادي، خليت ولادي كيف رجعت لقيت ولادي ميت. المأساة قد تعيشها عائلات أخرى ما لم يوجد البديل لهؤلاء الأطفال الذين يبحثون عن الراحة والاستجمام في أودية وبرك مائية قاتلة. ذاك ما شهدناه بعدما تنقلنا إلى منطقة القصب شمال ولاية المسيلة. عندهم فين يروحوا؟ وهذا لم يموتوا، كيفاش لم يموتوا؟ علاش يموتوا؟ السدود، ذوك السدود، عندنا البراج الفوق هذاك غارق فيه الطين، ما تعرف وين تفك، تحجر في كل بلاص، والدر غاية صوتي بارك ما تعرفش، اللي ما يعرفش يعوم يموت. ما عندناش هنايا مكان سباحة، ما عندنا سباحة، ما عندنا أبيسين نعوموا فيها وخلاص. السباحة في البرك والأودية والأحواض المائية والسدود سجلت على المستوى الوطني هلاك 59 حالة بداية من شهر جوان، أغلبهم في عمر الزهور. تقريبا من نهاية شهر ماي 2018 إلى غاية 26 جويلية 2018، 9 حالات غرق من فئة الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 16 سنة. عندنا 4 مسابح، زوج نصف أولمبية وزوج جوارية، عندنا 3 مسابح متنقلة. إلا أن هذا الشيء ما يكفيش نظرا لشعساعة الولاية فيها 47 بلدية. حوادث الغرق أو الموت وإن تعددت أسباب مسؤولياتها الكبرى تقع على عاتق الأولياء، ويتحمل وزرها من لم يوفروا أماكن ترفيه لهؤلاء الأطفال
في البلدية المعزولة. والالتزام بسلوك الحضري يتجلى في احترام مواعيد إخراج النفايات وأماكن وضعها، خاصة في فصل الصيف، بما يسهل على عمال النظافة رفع القمامة في أوقات محددة. مؤسسة إكسترانات بالعاصمة سطرت برنامجا خاصا بجمع النفايات يفصل فيه فؤاد حماني. 1700 طن يوميا من النفايات المختلفة يقوم برفعها عمال مؤسسة إكسترانات، حيث يفوق عدد عمالها 5200 عامل بوسائل عمل تتعدى 500 شاحنة وآلة. هذه المؤسسة تساهم مساهمة فعالة جدا في نظافة المحيط العام وحتى في الفرز الانتقائي للنفايات المختلفة وإعادة تدويرها. احنا عندنا توقيت مع التجار وقتاش يخرجوا الكرتون، نخرجوا احنا نتريوه شارجوه، ديجا هذه حاجة المليحة فيها راهي داخلة في الاقتصاد، يعاود يكون في الريسيكلاج منها. خدمة باينة وعمل عبادة أول أي شيء، وثاني رانا نقوا في البلاد والحمد لله. أنا بور موا صافي بليزير كي نشوف ولاد حومتي هكذا يريحوا في بلاصة نقية ويخدموا صافي بليزير. والوحدة تاعنا تكون من ثلاث بلديات، رويبة، رغاية وهراوة، هذوما العمليات اللي يقوموا بهم، وخاصة الأعمال لي زوبيراسيون هذو الليلية، بينها جمع النفايات العادية المنزلية، جمع البلاستيك، جمع الخبز، وعملية غسل الطرقات الرئيسية والحاويات. فعالية التحكم في رفع النفايات تقوم على قواعد حديثة في التسيير بشقيه البشري والمعلوماتي، وهذا ما يتبناه مسيروا هذه المؤسسة. احنا مهمتنا هي خدمة المواطن، وهذا شرف لنا. الآن وصلنا حتى وندخلنا التكنولوجيات الحديثة، يعني فيما يخص المتابعة عن طريق الأقمار الصناعية للوسائل العمل تاعنا الشاحنات، وحتى الآن وصلنا والحمد لله بدينا نديروا مداخيل خاصة بالمؤسسة، ابتداء بالفرز الانتقائي إلى الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية والخاصة اللي راهي تدير تنتج نفايات، وراهي تدير معنا اتفاقيات وراهي تدفع أموال، وهذا راهي نقص في العبء على الخزينة العمومية. ومما يمكن العمل في أريحية خاصة في الليل يتطلب التعاون من المواطنين، خاصة في وقت ووضع مكان النفايات المنزلية، مطلب يلح عليه عمل النظافة بهذه المؤسسة. نقول للمواطنين ينظموا رواحهم شوية، ما يرموش برك. رايس ما كاين ناس راهم يجيبوا الأحجار يرموا الأحجار يرموا سياج بزاف، ينظموا رواحهم. لا ماشي غير احنا يا برك، لازم هما المجتمع ثاني لازم يكونوا معنا. لافاج، ليكيسو، بطارية، كلش. وهذا ثاني يوميا يوميا. حنا نفدو في الخبز، الناس هذه تكرمي الخبز مع الصليح ومن هذيك نومو ما تحطها حدها، عندنا لي بوبال تاع الخبز نومو ما يحطوا فيهم وما يحطوا مع الزبل، وحنا نتريو وانا نخدمو. انا كمواطن جزائري نشكر هذو الناس ونقدرهم، باسكو بسببهم اللي راهي البلاد نظيفه، والله يعطيهم الصحه. وتغطي مؤسسة إكسترانات 31 بلدية من مجموع 57 بلدية بولاية الجزائر بمساحة إجمالية تقدر ب 675 كيلومتر مربع بتغطية تفوق 2,300,000 ساكن. في إطار محاربة الجريمة المنظمة وإثر دورية استطلاعية، ضبطت أول أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بإيناميناس أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج. كما تم أول أمس أيضا ضبط أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج بمنطقة بني والنيف ببشار، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطنية. وفي إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت أول أمس مفرزة للجيش بتيبازا 4 قنابل تقليدية الصنعة، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية ببومرداس. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش ببسكرة مهربا كان على متن شاحنة محملة ب 16 قنطارا من مادة التبغ، في حين ضبط حراس الحدود بتلمسان 94 كيلوغراما من الكيف المعالج. كما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة 2 بحوزتهما بندقيتا صيد. من جهة أخرى، وإثر عملية بحث وإنقاذ، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 21 شخصا كانوا عالقين قرب شاطئ اللوح بعنابة.
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي وعدم احترام اللوائح الأممية وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي تقضي بحماية الثروات الباطنية للصحراويين شكلت محور مداخلات المشاركين في الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لجبهة البوليزاريو والجمهورية الصحراوية بجامعة أحمد بوكرة ببومرداس. خليدة حجي للي. حول خروقات حقوق الإنسان ومدى مراقبة البعثة الأممية لما ينتهك بالأراضي الصحراوية وقرارات المحكمة الأوروبية الملزمة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتفاقيتي الثروات الطبيعية والصيد البحري، انصبت اليوم مداخلات المشاركين في فعاليات الجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليزاريو. بعد زيارة المبعوث الأممي السيد كوهلر إلى الصحراء الغربية والوقوف على واقع الصحراويين هناك في الأرض المحتلة، لكن لم نرى أي جديد في ملف حقوق الإنسان. لا زالت سلطات الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية هناك، وآخرها تم قمع مظاهرة بالتزامن مع تواجده هناك. هناك يعني تطورات في القضية الصحراوية على مستوى الدولي، وهو الانتصار التاريخي في القمة الإفريقية، وكذلك يعني قرار محكمة الاتحاد الأوروبي التي حكمت بإيقاف الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. موضوع الثروات في الصحراء الغربية في أعقاب قرارات المحكمة الأوروبية المتتالية بين طبعا والتي أفضت بشكل واضح وجلي ببطلان أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية، حيث أن المحكمة أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب هما بلدان منفصلان. نعلم جيدا بأن مجلس الأمن الدولي بات يناقش القضية الصحراوية مرتين في السنة في أكتوبر المقبل، بإمكان يعني مجلس الأمن أن يبحث مهمة المينورسو بين التمديد أو إلغاء مهمة في ظل البحث عن ميكانيزمات وآليات جديدة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة في النزاع في الصحراء الغربية. المشاركون ثمنوا أيضا دور الجزائر في الوقوف إلى جانب تصفية آخر مستعمرة في إفريقيا من الاستعمار، وأن القضية الصحراوية تستمد نضالها من ثورة نوفمبر. عندما يتعلق الأمر بالعدالة، بحقوق الإنسان، بالحرية، بالعزة، بالكرامة، فإن الوجهة ستكون جزائرية بامتياز. البوليزاريو حركة تحررية معترف بها في 143 دولة ممثلة عبر العالم، وبالتالي احنا رافقوا البوليزاريو كما الأمس رافقنا لانسي وزانو وفريليمو وغيني بيساو وكل من هذا. الموقف الثاني هي الجزائر دولة محترمة وتحترم القانون الدولي، وبالتالي الجزائر ما هي إلا تطلب تطبيق اللائحة 15/14 اللي تعترف لشعوب المستعمرة الاستفادة من تنظيم استفتاء تقرير المصير. هذا وتستمر فعاليات هذه الطبعة في رصد آخر التطورات للقضية الصحراوية وما وصل إليه نضال الشعب الصحراوي. هذا ودعا عمدة مدينة فازينيانو الإيطالية دول الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني المياه الإقليمية الصحراوية من أي اتفاق بين الاتحاد والمغرب، معربا عن موقفه الثابت إزاء القضية الصحراوية ودعمه لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير مصيره. هذا ويعقد المبعوث الأممي للصحراء الغربية هوست كوهلر غدا الأربعاء اجتماعا بمجلس الأمن الدولي حول جولته الإقليمية الأخيرة الرامية إلى بعث المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب المتوقفة منذ 2012. أدانت الجزائر أمس الهجوم الذي استهدف الاحتفال بالذكرى 81 للحرس الوطني الفنزويلية، مجددة رفضها القاطع لاستعمال العنف لأغراض سياسية، داعية إلى احترام الإرادة الشعبية وتغليب لغة الحوار والمصالحة لحل كل القضايا. وفي مالي تتجه الأنظار إلى ما ستسفره الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين رئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كايتا وزعيم المعارضة سميلة سيسي المقررة في 12 من الشهر الجاري. انتخابات حاسمة يراهن فيها المترشحان على ثنائية الأمن والتنمية. عائشة بوبريق.
اتضحت الصورة بعد 5 أيام من ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدها مالي بداية الأسبوع الماضي. رئاسية ستحسم في جولة ثانية تم إقرارها يوم الأحد المقبل بين الرئيس المنتهية ولايته بوبكر كايتا الذي يلعب ورقة الدفاع عن حصيلة أمنية وسياسية في البلاد، وزعيم المعارضة رئيس وزرائه السابق سميلة سيسي الذي تعهد ببداية جديدة في البلاد. ولدى الناخب المالي صوت واحد، الأمن والاستقرار وإصلاح الاقتصاد. أنا شخصيا تقبلت النتائج، التوجه إلى الدور الثاني سيضمن الأمن والاستقرار في البلاد. الإعلان عن النتائج بهذه الطريقة فهذه هي الديمقراطية، المهم أن نعيش في أمن وسلام. يشار إلى أن 3 من كبار مرشحي المعارضة تقدموا بعدد من الطعون للمحكمة الدستورية للتحقيق في مزاعم حصول مخالفات في الجولة الأولى. وتفاديا لذلك خطة أمنية وضعتها السلطات بهدف التغلب على المشاكل التي أعاقت التصويت في أكثر من 700 مركز اقتراع وسط وشمال البلاد. اعتقلت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم صحفي من الضفة الغربية يرتفع بذلك عدد الصحفيين في سجون الاحتلال إلى 22 صحفيا منهم 6 اعتقلوا خلال أسبوع واحد فقط. هذا وشهدت عدة بلدات في الخليل والضفة الغربية مداهمات من قبل قوات الاحتلال. اختتمت سهرة أمس بالقرية الإفريقية فعاليات المخيم الصيفي الفلسطيني بحضور السفير الفلسطيني بالجزائر لؤي عيسى الذي أثنى على مثل هذه المبادرات التي ترسخ عدالة القضية الفلسطينية لدى الأجيال الصاعدة. يقول ملك زاجولي. اختتام فعاليات المخيم الصيفي الفلسطيني بالجزائر هو بداية نضال الأجيال القادمة من البلدين بعد تقاسمهم الفرجة والأمل، وتثبيت لعلاقات البلدين لكي لا يحيد شبابهم عن المسار في نصرة القضية الفلسطينية. رحبونا بالورد وداونا كشغل خاوة وشغلنا في بلادنا، داونا ترحيب ملاح، محسينش بلي أنا في محسينش شغلنا غرباء. احنا زي ما اعتبرونا الفلسطينيين خاوة الجزائريين، ونحن نعتبر الجزائريين اخوتنا. بالنسبة للمخيم، المخيم هو بالنسبة لنا احترام وكل شيء فيه حلو. عجبنا الحال بزاف، المنشطين دائما يعملوا حفلات في الليل ودائما يلعبونا ويخلونا فرحانين. عدة نشاطات وتكريمات تخللت الحفل والتي تهدف إلى هذا الاحتكاك والتلاحم، حبينا من خلاله نخليوها للأجيال نتاعنا باش يعرفوا عدالة القضية الفلسطينية ويستمروا واقفين بجانبها. والشيء الأجمل واللي أنا حقيقة مدهوش بالنسبة له، كيف أطلقت هذه المبادرة إمكانيات كنا نجهلها في أطفالنا، لأنه إحنا أطفالنا بالأساس ما عندهم فرص كبيرة ليستطيعوا بالنهاية أن يمارسوا طفولتهم أو يعيشوا طفولتهم أو يستطيعوا يطلقوا مواهبهم. قد تكون هذه المخيمات الفلسطينية بالجزائر ذكرى جميلة في نفوس الصغار، إلا أن ترسيخ عقيدة النضال حتى الانتصار هو ما تتواتره الأجيال للصمود في وجه أي شكل من أشكال الاستعمار. وبركح الموقع الأثري لجميلة بسطيف اهتز السهرة أول أمس على وقع طبوع الشبابية، حيث تفاعل الجمهور مع باقة من أجمل الأغاني الجزائرية. ونختم النشرة حيث من وهران نقول، حيث انطلقت فعالية الطبعة 11 لمهرجان الأغنية الوهرانية والتي حملت اسم عميد الأغنية الوهرانية الراحل أحمد وهبي. برائعة القنديل للعميد الراحل بلاوي الهواري التي أسداها لرفيق دربه الموسيقار الراحل أحمد وهبي، والتي حملت بين ثناياها معاني الوفاء بين العمدين. هكذا انطلقت بوهران فعاليات الطبعة 11 من مهرجان الأغنية الوهرانية. ذلك مشاركات
لفرق البدوي. هذه المشاركات جاءتنا من خارج الولاية، وأيضا مشاركة قوية وفعالة كثيرة للشباب الهاوي في الأغنية الوهرانية، وهو تعبير من الوزارة على دعمها المتواصل والذي سوف يتواصل لكل أشكال التعبير الفني على كيف على كل مستوى التراب الوطني. عشاق الطرب الأصيل تفاعلوا مع الوصلات المقدمة وكانت لهم هذه الآراء. احنا جينا من العاصمة، جينا من بعيد من العاصمة، واحنا فخورين اللي جينا نشوفوا الأغنية الوهرانية. عجبتنا هذه الحفلة، ما عندي ما نقول عليها، حاجة مليحة روعة. C'est pour les jeunes qui devraient savoir Chouyokh qui passe ici sur l'Oranie et qui passe sur l'Algérie en tous. دورة أحمد وهبي وعلى مدار أربعة أيام كاملة سيكون لها الوقع والأثر عند الجمهور الجزائري. الروبورتاج كان من توقيع محمد سالمي. وفي الختام ولما فاتته مواعيدنا الإخبارية، عناويننا الإلكترونية دائما في الخدمة. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، ليلة هادئة.